ثانية زينها بني شلحت طبيب العربية زينها زين غزال ساكنة في الجبال بين خنيبرة وبني ملال وبين خنيبرة وبني ملال وبني ملال وايلي 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 أزينها بني أش الحاجة ذويب العربية أزينها زين غزال ساكنة بالجبال بين خنيبرة وبني ملال أوا وبين خنيبرة وبني ملال أوا بني ملال قرطاسات في كل جهة والحيط مبرو معليها كيفان وغير عينها والقلاب ينيديها جايات سكي كندير لها كندير أنا مصليها والحطايا في كل جهة علاش كيمون خاف عليها علاش كيمون خاف عليها علاش كيمون خاف عليها أوان خاف عليها وايلي 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 لا 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 قرطاسات في كل جهة والحيك مبرو معليها كيبان غير عينها والقلاب ينيديها جايات سكي كندير لها كندير انا نصليها والحطايا في كل جهة علاش كيمون خاف عليها علاش كيمون خاف عليها علاش كيمون خاف عليها اوان خاف عليها وايلي 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 لا 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 ساكنة بخيمة والخيمة على قد الحل كاينة بالعروبية مازال بني ملال طريقة فرار شحال قدي نسافر شحال والطريق غادي وطول لكم ونش غادي نهبل لي ما جرب حالي سول واش الخطة بدوا وفيها واش الخطة بدوا وفيها يا الخطة بدوا وفيها دوا وفيها وايلي 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 خيمة على قد الحال كاينة في العروبية مازال بلي ملا الطريقة فرار شحال
نسافر شحال والطريق غادي طوال لا تمونيش غادي نهبل غير مرز الرب حالي يسول واش الخطة بدوا وفيها واش الخطة بدوا وفيها الخطة بدوا وفيها دوا وفيها ويلي 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 سافر معاها وزاد العقل هبل غادي مراد فهموني يا ولاد بلاد جاي عندكم راني هواد راني محل كانت مرمد ناوي المعقول ما ناوي ناد الخطة بدوا وفيها واش الخطة بدوا وفيها الخطة بدوا وفيها دوا وفيها ويلي 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 سافر معاها وزاد عقله بالغادي مراد فهموني يا ولاد بلاد جاي عندكم راني هواد راني محل كانت مرمد ناوي المعقول ما ناوي لناد واش الخطة بدوا وفيها الخطة بدوا وفيها الخطة بدوا وفيها الخطة بدوا وفيها